يستاهل هو اللي يعني اللي يستاهل هو اللي خد. عجبتني لما حط الصوره كده يعني حسيت فيها فيها ما انا مش هعرف اركب يا يوسف مراد منير يا جماعة يعني نجل النجمة الكبيرة حبيبتي صديقتي فايزة كمال هو مخرج عرض ياسين وهي ولا شفت العرض وقلت له انت هتاخد جايزة والعرض كله ان شاء الله الجايزة واحدة هياخد اكتر من جايزة خدنا خمسة الحمد لله خدنا الجوايز قولي حاجة والله انا بقول شكرا على كل حاجة وانتوا اللي وقفتوا جنبنا وجيتوا لنا المسرح ويعني ده اللي خلى العرض ينجح مش اي حاجة تانية انت موهوب وجميل جدا جدا وزينب ليلى يا جماعة اختي يوسف عاملة شخصية جميلة ودور حلو قوي كلهم هايلين وإيمان وكل الناس بصراحة كل الناس ألف مبروك مرة تانية عقبال عرض الجديد ميرسي يا نجمة وده شرف كبير لينا ان انت انبسطتي حبيبي ميرسي جدا حبيبي ربنا يخليك والله مش قادر اتصور تاني النهارده خالص بعد ما جلنا بايدك قلت انت جايلك من عند حبيبك يلا خد صوره يلا طبعا يا حبيبي عند فهم الخلي قالك عند فهم الخلي لا 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 خلي عبد اللف بس الصوره ما كنتش عارف بعد اذنك يا دكتور فاطمة على مهلك عشان فستان شهر ونص يا جماعه مدام سميحه يا جماعه طيب اهدوا اه اه اه